السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، ووحشتوني جدا جدا جدا، وأسبوع جديد سعيد عليكم مليء بالإنجازات وتحقيق الأمنيات. أنا جايب لحضراتكم النهاردة موضوع قنبلة، موضوع كارثة كارثة تمس شبابنا، شبابنا اللي هم سواعد الوطن، اللي بيعتمد عليهم الوطن. لازم نخلي بالنا منهم، لازم نوعيهم، لازم نحذرهم. ايه الموضوع باختصار؟ هقول عنوان الفيديو وله مرادفات. مثلا ضخم عضلاتك بسرعة الصاروخ. معقولة؟ ضخم عضلاتك بحقنة صغيرة. كارثة حقن السنسول. تخلص من ذراعك وعضلاتك بصورة نهائية. الجهل والهوس وتدمير الصحة. بيجي للعيبة في النوادي خفافيش الظلام اللي كتار قوي 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 وزعلانين دايما من كلامي. انا اللي بيني وما بينكم الواقع والحقيقه. انا امبارح اتصل بيا شابين شابين فاتحين دراعهم، واحد فاتح دراعه عند جراح بالمشرط والتاني فاتح كتفه. وجالي هنا واحد من سنتين او من ثلاثه قال لي الحقني يا دكتور، ببص على دراعه لقيت دراعه مولع نار وسخن ووارم وعنده ألم رهيب مش مستحمله. قلت له فورا على جراح. راح للجراح فتح له دراعه، نزل من دراعه 2 لتر صديد. 2 لتر صديد يا مؤمنين. طيب بيجي لك واحد في الصالة أحد جنود إبليس، أحد جنود إبليس، وما تفتكرش ان هو احد جنود ابليس هيجي لك بقرنين وبديل، لا، ده جاي متمثل في صورة شاب روش، شاب حلو، لابس قميص شيك، لابس تي شيرت شيك وبنطلون جينز وتليفون اندرويد غالي، واخد بالك، وحاطط برفيوم ودمه خفيف كده وبيقول نكت كده وحلو قوي، حلو قوي على القلب يا قتة، ولا حلو على القلب يا خيار. وبيعرض عليك السنسول وبيقول لك ان السنسول هتاخده النهارده، بكره ده هيزيد 10 سم والحقنه الثانيه هيزيد كمان 10 سم وهدومك كلها هتبقى تمام. طب هتعمل ايه؟ هتجيب سرنجه اطفال هتاخد سنتي من ده او 2 سم. محدش يقول لي لا ده مش السنسول، احنا بنمثل. السنسول زيت محطوط في فايل، زيت محطوط في فايل، تمام؟ ياخد سنتي وجاي على عضلة الدراع حائم في الباي او حائم في التراي، سنتي هنا وسنتي هنا، او حائم في الريست، او حائم في الكتاب، او حائم في الترابيزيا سماسل، او حائم في الصدر، في عضلة الصدر، تمام؟ الجسم بيتفاعل، بيعتبر السنسول، ايه السنسول؟ مش هرمون، ده زيت، يقولوا عليه سيليكون، تمام؟ زيت. الجسم بيعتبر ان هو فورين بادي، جسم غريب، وبيظهر عليك ساعتها على طول الفور كاردينال ساينس اوف انفلاميشن. فور كاردينال ساينس اوف انفلاميشن، ايه فور كاردينال ساينس اوف انفلاميشن؟ ريدنس، هوتنس، سويلنج، بين. يا عم كلمنا عربي. هكلمك عربي. أول ما حضرتك بتحقن ده في العضلة بيظهر عليك الأربع علامات للالتهاب، اللي هي إيه؟ إحمرار، سخونة، تورم، ألم شديد مبرح. تبص تلاقيها أحمرت كده، وتبص تلاقيها سخنت، تحط إيدك عليها تلاقيها مولعة نار، وتبص تلاقيها ورمت، وتبص تلاقي آلام رهيبة. يبتدي الجسم، لما الولد جالي شفت دراعه وبصيت لقيت دراعه محمر، بحط ايدي عليه نار، مكوى، حطيت ايدي على مكوى، قلت له دراعك ده جواه نصيبه،
مصيبه شغاله دلوقتي، الجسم بيحارب، في حرب جوه دراعه، اجري على الدكتور. طنشني يومين، قاعد ياخد كتافلام والفانتر ومضاد حيوي. هو مش، هي مش بكتيريا، هي ماده غريبه والجسم بيهاجمها. فضل كده يومين ثلاثة أربعة، جاري على الجراح زي ما قلت له. بعديها الجراح فتح دراعه بالمشرط جزارة، نزل منه 2 لتر صديد. أنت المسؤول، ده الجراح هو نقذك، تمام؟ غير كده بيحصل إيه؟ بيحصل تليف داخل العضلة. العضلة دي أستك، زي الأستك، بتشد بتشد وترخي وتشد وترخي، ليفة عضلية، تمام؟ ده بقى بيتحول لنسيج متليف، ما فيهوش ظاهره الالاستيسيتي دي، الاستك ده بيبقى ناشف بقى. فانت ده غير ضربه المشرط، الكلام ده في الدراع وفي التراي وفي الكتاف وفي الترابيس وفي الصدر. وفي واحد دايما بينزل على الفيس، واحد اسود كده شكله هندي او سريلانكي، او حقن جسمه كده تحس ان هو الصدر ست كده، وحقن دول وراح عمل جراحة، شكله بقى معدم دلوقتي، بقى معدم. فانت النهاردة بتاخد السنسول من الشياطين، من جنود إبليس. والكلام ده اتذكر في القرآن. إبليس قال إيه؟ قال لأحتنكن ذريتك، قال هدمر ذرية آدم دي. وقال إيه تاني؟ قال ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الناس اللي هي بتقطع ودان الكلاب وبتقطع ديولها، دولت استجابوا لأمر إبليس، تمام؟ فحضرتك لما بتعمل كده بتغير في خلق الله. أنت عايز دراعك يكبر، تقوم تخسر دراعك أصلا، تخسره خالص. الكلام ده غلط، غلط جدا 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 جدا. وخلي بالكم، خلي بالكم، لو حد عرض عليك السنسول وقال لك خد 1000 جنيه، ما تاخدش السنسول اصلا، ما تقربش من السنسول. واحد هيقول لي دول ايه الحظاظات اللي انت لابسها؟ دول مش حظاظات، دول مش حظاظات، دول ريست سبورت، ريست سبورت لقاطني الاسكندريه. الريست سبورت هتلاقيه ورا جامعة سنجور في المنشية، ورا خلف جامعة سنجور في المنشية، بجوار الجندي المجهول، بجوار الجندي المجهول. ريست سبورت ده انا شاريه ب 15 جنيه. وهتلاقي عندهم بقى ضنابل، وهتلاقي عندهم بارات، وهتلاقي عندهم طارات خلف جامعة سنجور بجوار الجندي المجهول بالمنشية، تمام؟ فأرجوك خلي عضلتك طبيعية، عضلة 40 سنتي جميلة بتنقبض جميلة، هترزعها حقن السنسول هتفقدها تماما، غير السكار أو الندبة اللي هتتساب مكان مشرط الجراح. طب أنا عايز أتمرن، أخد مكملات موثوقة، أخد إيه؟ كتير كتير. لو حضرتك عايز العشرة اسينشال امينو اسيد، يبقى هتاخد الاوبتامينز. اوبتامينز اهو، اوبتامينز اقراص اهو، شريط ب 29 جنيه. ده 10 اسينشال امينو اسيد، ادي حاجه. طب انا عايز ارجينين، هتاخد البروكتان اس تي، شريط البروكتان اس تي ب 16 ونص. الاوبتامينز قرص قبل التمرين وقرص بعد التمرين بساعه، قبل التمرين بساعه وبعد التمرين بساعه. البروكتان 2 بعد الغداء. في ارجينين، في ارجينين. طيب انا عايز ال جلوتامين، ال تورين، به 1، به 6، الزنك، يبقى الاكتمار. الاكتمار اهو اهو، يا حسن السودا يا رامة، كبسولة ب60 ساغ، كبسولة ب60 ساغ فيها 750 مللي جرام الجلوتامين. يا حسن السودا يا رامة، 60 ساغ، ايه؟ صاحب الشركة فلس بحها خلاص، صاحب الشركة خلاص بيفلس، 60 ساغ، تمام؟ عايز الكارنيتين، هديك 1000 مللي جرام الكارنيتين، أهو كارني فيتا فورت،
ومعاه زنك، كارنيفيتا فورت ومعاه زنك، كبسوله بعد الفطار وكبسوله بعد الغداء اهو كارنيفيتا فورت، والاكتمار كبسوله 3 مرات، او زي ما انت عايز. لو انت مثلا عايز 4 جرام، عايز 4 جرام مثلا، يبقى هتاخد من هنا 750 750، يبقى 1.5، هتاخد من دي 5 مثلا، 5 اكتماريه، الواحده جرام الا ربع. احسب انت بقى، تمام. خد الحاجه الطبيعيه موثقه مسجله بوزاره الصحه. وزيت السنسول لا، زيت السنسول لا، حافظ على دراعاتك، حافظ على كتفك، حافظ على ترابيسك، وحافظ على كبدك وكليتك وخصيتك، تمام. وهعمل حلقه عن الهرمونات وعن اضرار الهرمونات. عيش طبيعي، عيش بصحتك، ربنا مديك اجهزه داخليه تفضل معاك 60 70 80 سنه، استخدمها بما يرضي الله، خليك امين عليها، ما تدمرهاش، ما تاخدش حقنه السنسول النهارده في دراعك او في كتفك، تعمل صديد يرجع دراعك يتقطع وكتفك يتقطع، وبعدين تمشي زي اللي عامل حادثه. انا كل ده انا حابب شبابنا، حابب شباب العرب، حابب اي نفس بشريه حتى لو بره راجل ملحد يدمر جسمه. ليه؟ ليه تدمر جسمك؟ ما تدمرش جسمك، ابعد عن السنسول. انا عايز تجار السنسول دولت يلبسوا اللي اشتروه، انا عايز تجار السنسول على مستوى جمهوريه مصر العربيه السنسول اللي هم اشتروه يلبسوه ويشربوه. وعايز اقول لهم الله يخرب بيتكم، الله يولع فيكم، الله يقفل بيوتكم، زي ما انتم عايزين تدمروا الشباب المسكين الغلبان، مستغلين حبهم للرياضه وهوسهم للرياضه وعدم معلومتهم خالص. لا بقى، طلع لكم اللي هيقول لكم الصح، واللي عايز ياخد سنسول انت حر. معنا الرسول الا البلاغ. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. السلام عليكم.